كانت مصالح أمن ولاية أم البواقي ممثلة في فرقة البحث والتدخل بياري بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات في عملية نوعية من الكشف عن أعضاء شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز كمية معتبرة قدرت بأزيد من 160 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما يبقى المتورطون في حالة فرار.